الو استاذ هاني، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا حبيبي. طبعا وحشنا قد الدنيا، ربنا ما يحرمني منك. انا اسف على ويمكن فكره، انا كنت في الاستوديو والله، عارف والاحوال والله مش حلو، ولسه خارج مخصوص عشان اسعد بيك يا حبيبي. لا انا عارف والله، وانا حتى كنت بقول، قلت استاذ هاني خارج لنا من الاستوديو مخصوص علشان والله يعني نكلمه، يا يمكن حبيبي واحنا ربنا بنعزيك يخليك. من قلوبنا في وفاه مجدي نجيب الله يرحمه. الله فنحن يرحمه يا يعني، حبيبي. وحضرتك واحد من أهم الأسماء والقامات العربية، أنا كنت لسه بقول مطربنا الكبير والعظيم أستاذ هاني شاكر، واحد من أهم المطربين في المنطقة العربية بالكامل، ودايما المصريين هم الأهم والأكبر. وأنا ربنا يخليك يا حبيبي يا يوسف. أفتكر سيبوني أحب اللي كتبها طبعا لك الأستاذ مجدي. طبعا، ويا ريتك معايا. لا، أعمال كتير بصراحة يعني، الله يرحمه مجدي يعني من الناس اللي وقفوا معايا في بداياتي بشكل كبير جدا جدا. يعني عايز اقول لك، يعني يكفي سيبوني احب دي اول ما نزلت كسرت الدنيا، صح. لانه يعني هو طبعا كان وقتها في جدل كبير، هاني شاكر هينفع يكمل ولا مش هينفع لانه بيقلد عبد الحليم حافظ. انت عارف الصحافه كانت وقتها يعني دي النغمه السائده في الوقت ده، فجات له فكره سيبوني احب، فكره جميله جدا، وطبعا عجبت حبيب الله يرحمه الاستاذ محمد سلطان، الله يرحمه. واتعملت يا ريتك معايا طبعا من الاغاني الخالده طبعا بالنسبه لي انا، اللي لحد النهارده بتطلب في الحفلات، وكتير اغاني، كتير حاجات لاغاني مسلسلات، مش قادر اقول لك قد ايه يعني. بس الله يرحمه يا حبيبي، احنا فقدنا بجد شاعر كبير وفنان كبير وصحفي كبير، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته يا رب ان شاء الله. يعني استاذ هاني، انا من انصار انه في تأبين القامات العظيمه دي، مش بالضروره دايما نؤبن من رحلوا بكل الحزن وكلمات التعازي. من الوارد جدا ان احنا نؤبنهم بان احنا نسمع اغانيهم تاني، ان احنا نعمل ندوات الى اخره. هل لو انا طلبت في هذه المناسبه انه احنا ونحن نتذكر بكل خير مجدي نجيب في هذه الله الليله يرحمه وهي يا ليله حبيبي، وفاته، ان احنا نسمع من استاذ هاني شاكر ولو مقطع صغير، مش عايز ابقى بتقل عليك، لا من يا حبيبي، اغنيه لا من يا حبيبي. الاغاني اللي كتبها لك الاستاذ مجدي؟ انا بعتز طبعا بكل الاعمال اللي عملتها مع مجدي الله يرحمه، لكن يا ريتك معايا برضو من الاغاني القريبه لقلبي واللي ما زلت بغنيها لحد النهارده، صحيح. فسمعك منها جزء مثلا. اشكرك. سالوني الناس قلت بحبك، سالوني الناس تيرارارارا، ولموني الناس قلت بحبك، لموني الناس تيرارارارا، ولموني الناس قلت بحبك، لموني الناس تيرارارارا، ولا يوم بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لوم بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك. كفاية كده الله يرحمه. وأنا كفاية عايز كده، أشكرك الله يرحمه جدا حبيبي، جدا جدا جدا، ربنا يخليك يا يوسف. وأتمنى إن احنا يجي في يوم من الأيام كده تنورنا، علشان ده حضرتك عارف يسعدني رأيي في المعركة اللي اتعملت زمان يا في وقت حبيبي. البداية، بس حضرتك أنا قلت لحضرتك مرة سرا يعني، فإنه كان في خوف وترقب وقلق يعني، لكن أنا أتمنى إن احنا نتقابل هنا في ده البرنامج ونقعد يسعدني يا نتكلم يوسف، وندردش، دي حاجة يسعدني تشرفنا جدا جدا والله، جدا يا يسعدني أستاذ يا هاني. حبيبي تحت أمرك أشكرك يا إن فندم، شاء كل الله الشكر، نرتبها بإذن الله. متشكر كل قوي يا الشكر، حبيبي. أشكرك جدا أستاذ هاني شاكر.